النوم الجيد ضرورة لصحة الإنسان، وأي اضطرابات فيه قد تؤدي للكثير من المشاكل والأمراض كما تؤكد العديد من الدراسات. وهناك الكثير من الخطوات التي على الشخص مراعاتها لتوفير نوم مريح وصحي وعميق، من أبرزها تأمين غرفة مثالية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور لؤي الحسين، استشاري أمراض صدرية وأمراض النوم. صباح الخير دكتور لؤي. خلينا نبدأ من عامل أو أهم العوامل التي يجب أن تكون متوفرة في غرفة نوم مثالية، وهي موضوع الإضاءة، إن كان الإضاءة الطبيعية والإضاءة اللي هي موجودة في الغرفة بسبب وجود تلفزيون، أجهزة إلكترونية وإلى ذلك. صباح الخير جميعا. طبعا موضوع مهم جدا، الإضاءة عامل مهم في من عوامل اليقظة. يعني بشكل بسيط، في أحد هرمونات النوم الميلاتونين مثلا، هذا يمنع إفرازه إذا تواجدت إضاءة في الغرفة، حتى الإضاءة البسيطة. يعني حتى الإضاءة البسيطة قد تؤدي إلى تعطيل دخول الإنسان في النوم. فعملية إطفاء الأضوية في الغرفة وتكون فيها تعتيم مناسب، طبعا درجة التعتيم مختلفة من إنسان لإنسان، بعض الناس بيحب يكون فيه ديم لايت، ضوء خفيف شوي عشان يشعر بالأمان أكثر، وبعض الناس بيحبوها مغلقة تماما، لكن هذا موضوع مهم جدا. لن يستطيع الإنسان أن ينام جيدا في وجود إضاءة، فيسيولوجيا هذا يمنع الإنسان من الدخول في النوم نتيجة تأثيره على إفراز الميلاتونين أو هرمون النوم. كذلك الأمر في الصباح، لما يستيقظ الإنسان إذا بده يكون نشيط بده يتوجه لإضاءة ممتازة، لذلك مهم جدا انه لما يستيقظ الانسان يفتح يعني الاباجور او الستائر الموجوده على النوافذ حتى تتعرض عينه للاضاءه، لانه زي ما حكينا الاضاءه القويه عامل مهيج ومؤثر في اليقظه، تجنبها ليلا واستمتع بها نهارا. نعم. طيب دكتور لؤي، دحين مع حياتنا صايرين كثير ناس بيحطوا تلفزيونات يعني في الأوضة، أو مثلا طبعا هذا غير الشواحن والموبايلات وكل هذه الأشياء اللي جنبنا، هل هذا الشيء خطأ؟ والله هو من ناحية الطب، طب أمراض النوم، هو خطأ كبير. يعني هم يسووا دراسة في أمريكا مثلا، اكتشفوا أنه 90% من الأمريكان لما يناموا، 90% لما يناموا بيكون في عنصر في آلة كهربائية، ديفايس موجود بغرفة نومهم، سواء التليفون سواء الآيباد اللابتوب أو التلفزيون. هذا عنصر كتير سيء في التأثير على طبيعة النوم المثالي، خاصة عند المرضى اللي أصلا بيعانوا من الأرق. هي المشكلة مثلا واحد مش عارف ينام، بفكر إنه إذا فتح التلفزيون في غرفة النوم أو إذا تفرج على الإيميل تبعه بالآيباد كل هذا إنه ممكن يساعده في النوم. هذا الأمر يمنع دخول الإنسان في النوم ويبطئ جدا من عملية يعني الانتقال من اليقظة إلى النوم. فهي للإنسان الطبيعي غير محبذة أبدا. أيوة. للإنسان الذي يعاني من اضطرابات النوم هي ممنوعة أصلا عنه. حتى الناس اللي هم بيرتاحوا لما يتفرجوا على التلفزيون قبل النوم أو بتساعدهم على الدخول في النوم؟ والله لأنه هو السؤال ممتاز، هو ممتاز جدا إذا كان خارج غرفة النوم، لكن أيوة. المشكلة أن يكون في غرفة النوم لأنه فيها عنصرين، فيها عنصر إضاءة، وزي ما حكينا الإضاءة بتمنع من الدخول في النوم، والحاجة الثانية في عنصر استثارة للعقل. يعني البرنامج التلفزيوني ما لم يكن سخيف جدا ويعني مش كثير مهتم فيه، لكن بشكل عام إذا بيتابع برنامج تلفزيوني في غرفة النوم هو يعمل على استثارة الدماغ ووظائفه في الوقت اللي هو بده يهبط أو يثبط من نشاط الدماغ حتى يسهل الدخول في النوم. فهذول العاملين متناقضين مع عملية الدخول في نوم سليم وصحي وطبيعي. فلذلك حقيقة خل ضع يعني التلفاز في غرفة الجلوس وتوجه إلى غرفة النوم فقط للنوم. أيوة. طيب وإذا دخلنا في تفاصيل أكثر اللي هو عن السرير نفسه ومثلا المخدة، هل في مثلا معايير معينة لمخدة صحية تساعد على نوم أفضل؟ يعني هذه فيها اختلافات شخصية كثيرة حقيقة. نعم. لكن احنا دائما بننصح انه السمك المخدة انه يكون مناسب للشخص، وتقريبا تغطي المسافة ما بين الرقبة وكتف يعني كتفه، انه بهذه الطريقة هذا النوم صحي، بحيث انه تحافظ على استواء العمود الفقري اثناء النوم، بحيث انه تتجنب الآلام المصاحبة اذا كان عدم استخدام الوسادة المناسبة. طبعا فيها تغيرات كثيرة، في ناس بيحبوا يناموا فلات، في ناس بيحبوا يناموا مخدتين، لكن الأصل حاول
للنوم الصحي أن يبقى العمود الفقري يعني محافظا على الانحناءات الطبيعية الموجودة فيه باختيار مخدة ملائمة. نعم. طيب دكتور لؤي كمان خلينا نتحدث شوي عن موضوع حرارة الغرفة، هل صحيح أنه درجة حرارة أقل منخفضة يعني أنه الغرفة الأكثر برودة بتساعدك على النوم أكثر من الغرفة الدافئة؟ طبيعي 100%. خليني أوضح لكم شغلة، إحنا لما ننام تنخفض درجة حرارة الجسم فيخلد الإنسان إلى النوم، يعني أحد عوامل دخولنا إحنا للنوم أن تنخفض درجة حرارة الجسم. لذلك مثلا إحنا لما المريض اللي عنده أرق نحكي له ممنوع تلعب رياضة بالليل قبل ما تنام، لأنه الرياضة بترفع من درجة حرارة الجسم وبالتالي تمنعك من الدخول في النوم، وبالتالي المحافظة على غرفة باردة نوعا ما تمشي مع الفسيولوجيا تبعت الجسم. الجسم بنام مع البرودة، بنام مع انخفاض درجة حرارة الجسم، وبالتالي بيسهل عليه الدخول في النوم إذا كانت درجة الحرارة. وهذا أيضا تفسير ليش بعض الناس بيحبوا يناموا مثلا بالبيجامات تكون خفيفة جدا عليهم. معظم الناس ما بيحبوا يناموا في جرابات لابسينهم لأنه الجسم بده يبرد. شو درجة الحرارة اللي تنصح بها الدخول إلى النوم صحي عنده؟ شو درجة الحرارة المنصح؟ أنا أعتقد 20 ل 22، معظم الدراسات 20 ل 22 بتكون درجة مناسبة طبعا. نعم. فيها برضو اختلافات شخصية، لكن 20 22. إذا معي وقت بدي أحكي بس على لون غرفة النوم. فضل. أعتقد أنه هذا برضو عنصر مهم. أي. وبدأ يطرح حديثا، أنتوا الصور اللي بتعرضوها الآن ملاحظين غرفة النوم فيها زراق. الصور اللي عم بشوفها وهذا. نعم. كلام صحيح، اللون الأزرق في غرفة النوم لون يؤدي إلى الهدوء والدخول في النوم، فأحسن ألوان النوم في غرف النوم الأزرق وأسوأها البنفسجي والبني. فهذه كمان أحد التركات، أحد المداخل لتحسين نوعية النوم، أن يختار الإنسان غرفة نوم الأزرق الفاتح، هذا النوم مساعد على النوم. البرتقالي لا بأس به، السيء هو البنفسجي والبني حسب دراسة فيها من سنتين تقريبا. طيب. الأبيض وسط. الأبيض وسط. خليني دكتور لؤي بس بدي أسألك سؤال سريع، متى الواحد لازم يدخل غرفة النوم عشان ينام؟ هل لازم على طول مثلا إلين يقعد برا إلين يحس أنه خلاص نعسان ويدخل، ولا لا ممكن يدخل قبل بساعة ساعتين؟ قبل ساعة ساعتين لا، ثلث ساعة. الأصل الإنسان ما بين خلوده للنوم على السرير والدخول في النوم أن تكون بحدود الثلث ساعة، 20 دقيقة، من 10 إلى 20 دقيقة هذا الوضع الطبيعي. نعم. دخول قبل ساعة ساعتين يؤدي به إلى الأرق. معظم الناس إذا أطالوا المكوث في غرفة النوم وهم مستيقظين هذا أحد عوامل الأرق. ثلث ساعة بتروح وإنت بداية النوم تستلقي عشان تعمل لحالك تهدئة، تهيئة وتهدئة للجسم حتى يدخل إلى النوم. بدك بحدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة، هذا الوقت مناسب جدا. وبتكون أنت عرفت إذا بتنام في ثلث ساعة بتكون عرفت تقريبا ميقات الساعة البيولوجية الموجودة في جسمك. نعم. هذا مهم كمان. طيب نحن بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه النصائح. كان معنا من عمان الدكتور لؤي الحسيني استشاري أمراض صدرية وأمراض النوم. شكرا لك دكتور.